أول خبر رح يكون عن الطريق العازف في هولندا. عمرك شفت شارع بيكون عبارة عن آلة موسيقية؟ لا، عمرك ما شفت. عمري ما شفت. هلا رح نشوف يعني مع بعض مشاهدينا فيديو عن هذا الطريق. هذا الطريق بيلسم الهولندية يوجد أشرطة عازفة على نحو مدروس لإطفاء المتعة على الرحلات بالطريق المطل على المناظر الطبيعية، وبتنبعث الأنغام عندما تمر إطارات السيارات على هاي الأشرطة. وأيضا حصان يمارس تمارين اليوغا الصباحية مع صاحبه بشكل يثير الإعجاب، زي ما انتم شايفين. يعني والله لازم نجيبه على الفقرة الصباحية. حصان. طيب، تناول أو تداول مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي فيديو طريف لحصان يمارس بعض تمارين اليوغا الشهيرة والتي علمه إياها صاحب هذا الحصان. بدأ الفيديو بسؤال الرجل لحصاني إن كان مستعدا لبدء التمرين، لكن زي ما شفته يعني الحصان يعني بلعب رياضة اليوغا، والله شيء جميل. نروح لفاصل يا شيخ. نروح لفاصل مشاهدينا ونرجع لكم.